السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أبو غزال على اليوتيوب، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 29 أيار 2023، احنا متواجدين في سوق البقارة جنوب الحسكة، وتحديدا في سوق الأعلاف، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا حركة جيدة جدا بالنسبة لمادة القمح. طبعا يا شباب قبل ما نبلش بالأسعار نأخذها من عند أبو أحمد البجاري، لا تنسوا الاشتراك بقناة أخوكم أبو غزال وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. نحب ننوه لأكثر من أمر يا شباب قبل ما نبلش. بناس كثير طبعا حطينا منشور أنه بيتبن للبيع، وكثير ناس حاجتنا من الحسكة ومن خارج الحسكة ومن يعني كامل محافظات سوريا ومن خارج سوريا. التبن موجود يا شباب، التبن قاعد ينباع 125 ليرة سوري الكيلو الواحد، يعني الطن 125 ألف سوري بأرضه، تبن حنطة بأرضه يا شباب بدون شل، يعني مكانه، يعني تجيب الشل وعليك العمال وعليك السيارة وعليك عمال السيارة يعني 125 برضو عليك الحساب، تمام؟ يعني كثير ناس حاجتنا مشان موضوع التبن، ويعني صار علينا ضغط مكالمات على الواتساب وبناس ما ردينا عليها، فلا تواخذونا فضغط المكالمات. احنا نوضح لكم، ولا يريد يشتري يشتري، ما يشتري بكيف، واحنا مهمتنا انه نوضح للعالم، يعني بالعكس احنا مهمتنا نرد على العالم كلهم. يعني قسم بالله العظيم البارحة واني اتعشى يعني قاعد ارد على المكالمات، حتى قصيت باللقمة، يعني انا حاط الهاتف بيد واكل بيد، ما يعني مشان ما حد يقول ليش ما جات ترد علينا. ضغط بالنسبة للمكالمات الواتساب يا شباب. بالنسبة للماسنجر يا شباب، احنا لما ننشر مقطع على الفيسبوك بالنسبة للماسنجر، الماسنجر اني ما ارد عليه وقليل ما ادخل عليه، يعني قليل ما ادخل على البرنامج. فاللي يريد يحاكيني رقمي موجود بوصف الفيديو يا شباب، يعني هلا مكتوب مثلا عنوان، العنوان جوا جوات المقطع الفيديو تبع السوق هذا اللي عم نصوره، بس دق كلمة الوصف يبين عندك رقم الواتساب، حاكيني على الواتساب، لا تحاكيني على الماسنجر، لا تحاكيني. واللي لما يكون بمنشور على الفيسبوك ناشر على صفحتي، فحاكيني انا اكون ناشر رقمي بنفس المنشور، حاكيني على الواتساب عشان ما حد يقول ليش ما ترد على الواتساب. نعتذر على اطاله المقدمه، راح نبلش من عند ابو احمد البجاري من الصبح الساعه 7:13 دقيقه صباحا، نشوف حركه سوق الاعلاف جنوب الحسكه. اي نعم ابو احمد البجاري، السلام عليكم. حياك الله. شلون حال ابو احمد؟ اهلا ابو غزل. على راسي يا ابو، نشيط اليوم ما شاء الله. نشيط على نشاط السوق. الحمد لله رب. شلون الحركه ابو احمد؟ معلومات عند المعلم. على راسي والله. ابو احمد شلون الحركه اليوم؟ الحركه جيده. جيده. اي مو ممتازه، جيده. تمام. الحنطه انباعت؟ الحنطه انباعت اعلى شيء 950. عليها المزاد 940. ايوه 940، يعني 2950 على سعر. على سقف. ايوه نظيفه مو؟ 900 ايوه 900 850. تمام. بالنسبه لل من 850 2950. انت تحكي كم مكانه؟ بريبره بيش انباعت ابو؟ بريبره. 700 ابيها برابره 2070. طيب ابو احمد الشعير؟ الشعير انباع 3160. 2000 2160 انا بعته توني. 2160 ايه اعلى سقف، مو اعلى سقف. ايه هذا اللي بعته اني. تماما اعلى سقف تقريبا، يعني اعلى سقف على 300. 300 ايه زين، يعني يكون نظيف. ايه خبز نخاله ما ابي. خبز نخاله ما ابي على 1000. على 1000 وما ابي طلب عليه بنوم. ما ابي طلب عليه. التبن؟ التبن نومه. نومه يا قلبي. يا قلبي. ابو احمد البجاري، بالنسبه للقمح احنا نعرف انه صار توريد بالنسبه للاداره. طيب الحنطه يعني جاد توصل ل 3000 تقريبا انت بسوقك هنا. احنا يعني نهارين بعناه ب 3150 ليره. ايه. و 3100. حنطة اليوم. ايه صار الدير وقفوا استلام ويقولون الا بشوايل. هدت شي 100 ليره، ايش لان هذا صار بينا؟ تمام. العالم هسه قاعد تشتري قاعد على التوريد يعني ولا؟ يعني كلها تجار قاعد تورد. تجاري. طيب ناس يعني اهالي قاعد تشتري مكمون او؟ اي مو هنا يشترون بس قليل لسه على السجل. على السجل. السجل لسه ما حصل. كلها حنطه عذي هاي. ايه. عذي. ايه. هذا كله طري، احنا نشبه الطري ما له؟ كله طري. ايوه. بينزل عندك شيء قاسي؟ لا. ما تقريبا اسعار الغاز والطري نفس الشيء؟ نفس الشيء، كله نفس الشيء. نفس الشيء، كله على الخبزين، كله كله على التوريد. ايوه آه. تماما. ابو احمد يعني ان شاء الله بس ينحصد السجي، انت تتوقع انه الحنطه ينزل سعرها يهدي؟ الحنطه ما ينزل سعرها طالما بتوريد ما بينزول. تماما ايوه. طالما بتوريد ما بينزول. ما بينزول. وقف التوريد العلم عند الله. تمام. على راس ابو احمد البجاري. حياك الله. حبيبي ابو احمد، خال ابو احمد. هاي الاسعار الشباب بالنسبه عند الدلال خالي ابو احمد البجاري. طبعا
الحنطة بها ارتفاع يعني 2950 3000 2900 طبعا بي بحنطة ب 2700 بس تكون يعني مين نظيفة يعني معبية بريبرة يعني والبريبرة موضوعها يعني بدا عذاب يعني بدا تغربل او بدا طاح يعني فرازة تفرزها اي ونعم والله اي نعم مثل اي هاي يا شباب 2700 هاي شايفين تراب وش اسمه وبريبرة معبية بريبرة هاي البريبرة يا شباب شايفينها هاي البريبرة الناعمة الناعمة هي بريبرة او نسميها جايفة او يعني النبتة يعني هاي نبتة صورناها بالربيع الخضراء الصفراء حبة وردتها صفراء الخبز على 1100 يا شباب الانخالة على 1100 على 1000 اي نعم والحنطة مشكلة سعرها الشعير 2300 وما دون طبعا ما عليه طلب لان صار طلب على القمح هاي اسعار الالاف جنوب الحسكه في سوق البقار ومثل ما قلنا لكم يا شباب اللي يريد يحاكينا على رقمنا على الواتساب يطلب بالنسبه للشعير موجود بالنسبه للقمح موجود طبعا احنا ناخذ من السوق وناخذ شيء مقفول في ناس حاجتنا مشان حنطه مقفوله ناخذ شيء مقفول بالنسبه للخبز شيء مقفول باذن الله تعالى اي نعم وهاي كاسة شاي من عمي ابو حازم على راسي يا ابو حازم بعد ما صورنا احنا جوا الخيمه يا شباب نشرب شاي قبل ما نطلع برا عشان اشوف اسعار على راسي يا ابو حازم حبيبي يا ابو حازم